أهم مطالب المصابين. أهم مطالب المصابين، احنا عندنا مصابين فقدت العينية، وعندنا مصابين شالت الكلى والمرارة، وعندنا مصابين عجز. فاحنا عندنا قرار أو خدناه بينا وبعضينا، أنا بدل ما جمعية خيرية. كم واحد يعني كم واحد؟ احنا المصابين لغاية الآن 6000. خبر حضرتك، انا بدل ما بتابع، بدل ما جمعية تديني مثلا كل شهر راتب ولا عيش عوالة ولا وفي الاخر اسيب للثورة، لا احنا طالبين وظائف محترمة. الوظائف دي طبعا هي تأمين لنا تأمينات نقدر نعيش منها، لكن انا مش هقدر اعيش على نضوة الدين ودوة الدين. عضو مجلس الشعب لما بينجح في الحزب الوطني بيعين 200 واحد من الدائرة في الكهرباء والبترول مصر الطيران، احنا فين احنا من الكلام دوت؟ احنا فين من الكلام دوت؟ احنا محتاجين وظائف ضروري، احنا محتاجين وظائف ضروري، مش هنتوقف، احنا مش هنتسول، احنا لو اتحركنا هنبقى قوه غلسه. فاحنا طالبين بعد اذنكم وظيفه محترمه. ان شاء الله يعافيك ويجعلك